السلام عليكم، معكم الانفوري طريق رئيس جمعيه كراج العليا للتلميذ الاجتماعي ومحافظه على البيئه. مشاكل تتعيشها مرسى السلطان مشاكل كثيره، يعني بالنسبه للملاعب القرب، لعب القرب ما كاينينش، قلال شويه في منطقه مرسى السلطان، لان كانوا مشاكل كثيره مع ذاك المزيس اللي كان سابق، واللي جا هذا المزيس، هذا اللي جات المزيس الجديد، يعني راه بالت واحد شويه ديال المبادره، يعني شويه ديال الضوء بال فيه. بالنسبه لهذا الافتتاح اللي غادي يكون اليوم الاربعاء، اللي غادي يكون، راه الناس كلها يعني تتبشر بالخير، يعني تتقول لك بانه هذا الملعب غادي يتحل اليوم. السكينه ديال مرسى السلطان كلها اليوم فرحانه، ملي الدراري الصغار عيطنا عليهم قلنا لهم راه نهار الاربعاء غادي يفتح الملعب، كل شيء فرحان، قال لك غيحلوا لنا الملاعب. رسالة ديال الجمعية، تشكروا الجمعية كاملين ديال مرسى السلطان، ديال مرسى السلطان، وتشكروا الاتحاد ديال الجمعيات، وتشكروا رئيس مقاطعة مرسى السلطان محمد التويمي بن جلول، وتشكروا السيد اللائب حسن الصويب، وتشكروا الأستاذة ماما حالة، تشكروا اليوم وقفوا يعني عطاو واحد القوة لهاد التيرات باش يتحلوا. أزوار حميد، رئيس جمعية ديال الأنصار درب السلطان. حميد، شنو المشاكل اللي كنتو كتعانيوها في إغلاق ملاعب القرب هنا في مرسى السلطان في تلك السنوات؟ شنو المشاكل اللي كنتو كتلقاوها؟ كنا كنلقاو بزاف المشاكل. المشكل الأول هو ما كنلقاوش فين يترينيو الوليدات ديالنا. حنا دابا كنا كنعانيو هذه 3 سنين، وهذه مبادرة اللي داروا المجلس الجديد باللي غيتعلن على الافتتاح ديال الملعب ديال الريشي، وهذه مبادره من اللي الناس ديال اعضاء المجلس اللي افتتحوا مع الناس ديال الجمعيات، ولينا كنشوفوا واحد الناس باغيين يخدموا، وحنا بغينا نخدموا وغنخدموا معاهم، وتنتمناو هذا المكتب يبقى بحال هكا مزيان، وتنتمناو نمشيو بعيد ان شاء الله في هذا الشيء، هذا ديال في هذه الكره. راه الناس واحد القضيه، راه الناس راه فرحانين الساكنه ديال درب السلطان، ديال مرسى السلطان، اللي غيتحل الملعب ديالنا ان شاء الله، وغنكونوا ان شاء الله لعابه، اللي غادي نعطيو المنطقه، راه كتسخر بزاف ديال المواهب كاينه عندنا ان شاء الله، وان شاء الله حنا راه غادي نحيو ان شاء الله درب السلطان ان شاء الله.